طب ايه رايك نشوف تقرير كده من الاعضاء ونشوف رايهم على ارض الواقع؟ يعني اعزائي المشاهدين نطلع لتقرير ربنا يستر يعني. ونشوف راي الاعضاء وارجع لحضراتكم. الفترة الأخرانية الحقيقة احنا شفنا طفرة كبيرة جدا في الخدمات بتاعت النادي من أوله لآخره، سواء من حيث الأرضيات، الصالونات، المرسى، المطاعم، الحمامات، التكييفات، الصيانة اللي بتتعمل، الكراسي. يعني بصراحة في طفرة رهيبة حصلت، حسينا بإن في اهتمام بالعضو بتاع النادي الأهلي من الناحية الاجتماعية. في الحقيقة هي في الآونة الأخيرة بقى في نشاط ملحوظ جدا للخدمات من خلال العام المنصرم، وده نتيجة لإدارة الخدمات إنها بتشتغل بشكل جيد جدا. الخدمات كلها حاسة إن في تجديدات والخدمات بقت أحسن. دلوقتي إحنا كل يوم في جديد، كل يوم في تجديد. ما شاء الله، يعني أنا شايف إن الخدمات واضحة للكل، يعني في تجديد للصالون، في تجديد للتكييفات، في منظر الزرع اللي بره والزهور اللي بره منظر يعني بصراحة رائع جدا وجميل قوي. بالإضافة ان احنا دلوقتي شايفين كل يوم النادي في حاجة جديدة بيقدم، بيريح الأعضاء بتوع الجمعية العمومية. طبعا النادي بدأ يتحسن، المطاعم بدأت تكتر، في سيرفيس وحاجات كتت، والجناين يعني بدأ يجدد، والنادي بقى أحسن من الأول. والله الخدمات بقت ممتازة، في مجهود كبير قوي في النادي، أستاذ أشرف طه عامل مجهود جامد قوي حلو يعني جدا. بالنسبة لل يعني الكراسي كويسة جدا، طبعا بنقعد عليها، كانت الأول ما كانتش عارفين نقعد على اي كراسي ولا كان في شماسي، دلوقتي العادات كويسه جدا، وفي زرع كتير في النادي، البسين حلو قوي. طبعا الحمد لله ممتازه، وبعدين السبب فيها كله كنترول للراجل اللي ماسك الخدمات في النادي، فعلا نشط ونشاطه بان في اللي احنا شايفينه دلوقتي. وانا كويس من الفتره بتاعتي دي، انا بقدم له الشكر على المجهود اللي هو بيقوم بيه. النادي الاهلي حصل فيه طفره جامده جدا وتطوير جامد، وطبعا يعني خدمات في النادي بتؤدى كانك بالظبط يعني 5 ستارز، وده طبعا يرجع لمجهود الراجل اللي ماسك الخدمات. ده ابن النادي والراجل مش غريب عن النادي، وراجل بيشتغل يعني بمجهود كبير ومتواجد في النادي على طول بصفة مستمرة، وده المطلوب. الطريق اللي انت شايفه ده عامل تحت منه بنية تحتية ممتازة، بنية تحتية ممتازة فيها الكهرباء والغاز والمية، وبعدين الحدائق وتنظيمها وتصميمها. النادي الأهلي الحمد لله بالخدمات، النظافة، الكراسي، عفوا الحمامات، الحاجات دي كلها خلت أعضاء النادي بولادهم الشباب بقوا يجوا فيها. فالحمد لله يعني، أكيد هنا ومدينة نصر في الحقيقة، يمكن الشيخ زايد بيتكلموا عليه، أنا مرتوز بيتكلموا عليه يعني بفخامة جدا لأن جديد لسه، لكن على الأقل اللي أنا شفته بعينيا مدينة نصر والجزيرة في الحقيقة، فمشكور المجلس الإدارة يعني في الحقيقة. الفترة ديت كان في تغيير يعني جامد جدا، وبصراحة أكتر حاجة كمان عجباني الجامع ما شاء الله بقى يعني متوفر فيه كل حاجة، تكييفات، نظافة، بقى واسع، اتبنى من جديد، الخضرة زادت، وأنواع الزهور بقت كترت، والنظافة برضك في المكان نفسه بقى جميل، وغيروا شماسي جديدة، والكراسي كمان اتدهنت وبقت نظافة. بصراحة يعني أنا فرحانة قوي
بالخدمات بصراحة. الخدمات بصراحة يعني حاجة ممتازة بصراحة يعني، وفي تطور جامد قوي في كل حاجة يعني، زي ما كنا بقى نجيبها كتير، بس طبعا دلوقتي حاجة واضحة يعني. والله هو حصل تطور كتير قوي في الخدمات في النادي بالنسبة للأعضاء، وزي ما انتم شايفين طبعا في يعني منظر الجمالي الجناين والكراسي حصل فيها تطورات، وبرضو في حاجة كويسة ان بقى في استجابة لأي مشكلة او اي اقتراح بالنسبة للأعضاء بيتقدموا للخدمات، بتقدر انها تتلقى الاقتراحات او الشكاوي دي وبتقدر تعالجها، فيعني في إيجابية بصراحة شديدة يعني في خلال الفترة اللي فاتت دي. شفنا مع حضراتكم التقرير ده، بس اللي انا عايز اعلق عليه اقول الكلام ده مهم جدا اللي انتم شايفينه ده، الكلام ده بيدي استقرار للنادي الاهلي، بيدي يعني زي ما بيقولوا بيدي وضع كبير للنادي الاهلي جوه النادي، يدي استقرار وهدوء. ليه يا جماعه؟ لان النادي الاهلي بيمثل فئتين كبار، بيمثل الملايين اللي بتتابعه واللي بتحبه، وطبعا احنا اكيد جزء منهم، وبيتمثل اعضاء جمعيه العموميه بتاعته. الحقيقه دول جناحين، ما ينفعش نقول جناح واحد منهم. النادي الاهلي عشان نقدر يكون في فريق كوره قوي وفرقه بتنافس على البطولات لازم يكون في استقرار جوه النادي، ولازم يكون في رضا من اعضاء الجمعيه العموميه. يا جماعه اللي بيتكلم عن الموضوع ده وبيعيد وبيزيد لازم نبقى فاهمين القرار بيتاخد ازاي، ولازم نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. رفقا مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بياخدش دعم من الدوله، النادي الاهلي ميزانيته قربت من مليار جنيه، واحده واحده النادي الاهلي بدون دعم من الدوله بيحاول يكون دايما هو الكبير، ودايما يكون يعني لما نقول المصنع الأساسي للأبطال والنجوم.